وراه اخويا نقول واحد القاديره تجيك غريبه 11 عام وكانت في عام 2011 11 عام من 2011 ني شديت الباك واو 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 اخويا راك محارب بعدا شوف والله شوف بعدا خاصنا كثيره وخاصنا نحتارمك بالسيف عليا ونقدرك لانه عرفتي علاش كيسيفطوا لي الناس سيفطوا القرعه اربعه د المرات ثلاثه د المرات يقول لك ما ماشي ديالي ما بغاتنيش ما حملاتنيش ما عندناش الزهر ما بغينا ما بقينا باغين والو مرضوا وما بقاو يسجدوا ما والو انت 11 مره انت كتدفع الله يا خويا 11 مره خيتو فيها كاين شي واحد من صحابك جات فيه شحال هادي وما مشيت ومشاو انت ما مشيتيش لا هو اصلا الصديق ديالي نور كارولين اللي هو معايا هاد الايامات هادي كنت في عدد مرات تقبل المره الاولى الثانيه دات مشى في 2018 ودابا كون ما جيتش فيك هاد العام كنتي مازال غتبقى تصيفط صيفط ما تسالاش والعلم لله ما عرفتش شنو كاين في المستقبل اخي يسوف فهمتيني قول يعني زعما كل ما كانت جات فيك يعني الحمد لله ولكن كنتي مازال باغي تصيفط العام الجاي ومهم غاد اكيد اكيد ضروري اخي تسلمش انت دغيا واقيلا ما سمعتكش قلت لك ما كتسلمش دغيا واخويا لا سلمنا نطيحوا فوجيب واحد الدوامه ديال راك عارف شنو كاين شنو النصيحه اللي تقدر تقول للدراري